السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ يكون جبار وجبار جيمر، ورجعت لكم بمقطع فيديو جديد. فقبل ابدا المقطع حط لنا لايك واشترك اول مرة تشوف القناة، دع الرعاة الجاي يشوفنا مقطع مو مشتركين، فاوكي اشترك ما راح تخسر شي. طبعا شباب اليوم الفيديو راح يكون عن افضل 5 مودات، فالمودات راح يكون بالتسلسل، يعني عادي بالتسلسل، فكل مودات من ميديا فاير يعني برابط مباشر، فتابع المقطع وشون راح تستخدمون المودات بكل سهولة. فمثل ما تشوفون المود الاول اللي هو مود الهامر، فش راح تجيب؟ اول شي راح تجيب ستيك او راح تجيب اي شي تريدونه، مثلا ايرون، تمام؟ راح تحطي الستيك وراح تسوي اللي هو اكس هامر مثل ما تشوفون، وتحط بعد الايرون بهذا الشكل، راح يصير وياك 3D شباب، يعني انتم متوقعين اكس 3D. فسع نروح نلقينا كهف او اي شيء. طبعا شو صدق شباب، طبعا اني نسيت انه اروح الكهف، فجربت ما صار، فاعتقد على هذا. اوكي لاق على الشجار يصير، والله شيء اسطوري يا شباب، شوفوا يعني على الشجار طلع، يعني على اللي هو خشب مثل ما تشوفون، يعني بضغطة زر واحدة راح يكسر لك كل الخشب. بس خلينا نسوي جيم مود ونروح نشوف اللي هو البيكاكس، تمام؟ البيكاكس الدايمود مثل ما تشوفون. طبعا يقول لي وين المودات راح تلقيهن، يعني انت بدون ما تصنع المودات راح تلقيهن بالقائمة البحث مثل ما تشوفون، راح تنزل اخير شيء وكل المودات الموجودة راح تلقيها بقائمة البحث اللي هي، ثواني ثواني بس خلنا ننزل، يعني هما يخلونا بالاخير. اوكي انكشفت مثل ما تشوفون، شوفوا كم يعني هامر اكو، واظن كلهن تقدر تستخدمونهن بالسرفايفل وتلعبون بيهن بشكل عادي مثل ما تشوفون، يعني هاي قدامكم. فهسا راح نستخدم الدايموند، 1 2 3 يلا مثل ما تشوفون، والله شيء اسطوري يا ولد، شوفوا يعني بضغطة زر وحدة شوفوا ايش راح يكسر لك مثل ما تشوفون. فهذا المود الاول مثل ما تشوفون يعني كلش اسطوري، فتقدر تحملونه. فهسا يا شباب نروح على المود الثاني اللي هو مود الاكل الذهبي. الاكل الذهبي يعني مود اسطوري، يعني بدل ما تجيب ابل او يعني جولدن ابل، تقدر تصنع لك انت يعني بس تجيب ذهب وتصنع لك اي شيء تريده، مثلا لحم مثل ما تشوفون، وراح تكتب جولد. ثواني ولد هنا شوفوا الشيء اللي راح يطلع لك، شوفوا يا شباب كل شيء موجود ذهبي. فهسه راح اجيب جولد والدجاج الجولد، هذه يعني كله مثل جولدن ابل. فهسه راح نحط اللي كرافتنج تيبل ونصنع اللي شلون راح تصنعه، بس تحط الدجاجة بالنص او اي شيء تريده بالنص، وتحط الذهب مكان عالي، وها هي راح يصير يعني معاك. فهسه خلينا نحول السرفايفر وناكل وحده ونشوف ايش راح ينطينا. شوفوا يا ولد شنطانه، يعني شيء كلش 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 اسطوري وعجبني، يعني هذا المود كلش عجبني صراحة. يعني فيعني بدل ما تصنع الجولدن ابل، تقدر تصنع لك من اللحمات او الدجاج او اي شيء تريده من لحم الزومبي، اصنع لك مثل الجولدن ابل. فهذا كلش المود عجبني صراحة. فهو هذا المود اللي كان، وتقدر من تقتل الدجاج او تنطي اكل جولدن ابل للبقر او اللحم او اي شيء ثاني. فهذا هو المود الثاني. فسأروح المود الثالث اللي هو مود الدروع. مود الدروع كلش طلبوه مني، يعني لدرجة انه انا بحثت عليه ولقيته. فمثل ما تشوفون هذا مود الدروع نفس اللي كان بديرت كرافت، شوفوا يعني ديرت دروع، ديرت كل شيء، ديرت سلايم، مكتب، اي شيء تريدونه ديرت مثل ما تشوفون، او كل شيء تريدون، يعني هو وطاقته. مثلا هسه عندي هذا هو طاقته، يعني بالمي ما راح تموت. فيب وسع راح نلقي مثلا شنو بعد، سلايم سلايم سلايم. شوف يا شباب وسع راح نستخدم هذا اللي هو مال الاحجار العادي. فمثل ما تشوفون شيء اسطوري، تقدر تسوي مقالب او اي شيء ثاني. فهسه مثلا نستخدم هذا اللي هو مال، والله ما اعرف هذا، بس انا راح نستخدم مال سلايم. تشوف به ميزاته او ما به ميزاته نفسه. او صار من الليل، فخلنا نسويها الصبح احسن مثل ما تشوفون. طبعا شباب صدق المود الثالث هذا، اعتقد المود الثالث، يبقى المود الثالث. فمثل ما تشوفون تقدر تطير، والله شيء اسطوري مثل ما تشوفون،
يعني نفس دائرة كرافت بالضبط بالضبط، يعني مود اسطوري كلش كلش عجبني على الصراحة. يعني انا اقدر اسوي سرفايفر وتلعبون تقدر تصنع همين، ها فهذا هو المود الثالث اللي هو مود الدروع الاسطوري، وهسه نروح على المود الرابع والقبل الاخير. فشباب هذا المود الرابع اللي هو مود التموت، مثلا راح تموت راح يطلع لك قبر او مثل الحياة الواقعية. فشنو انت اول شي راح تاخذ اقراض حتى نسوي التجربة، راح تاخذ اي غرض موجود هنا مثل ما انت تشوفون، اي غرض موجودة هنا وراح تاخذه حتى نشوف الاغراض راح تنخزن يمك او لا. فراح شوية نروح عالي مثل ما انت تشوفون، وهذا الموت كلش كلش راح يفيدك في السرفايفر. وموتنا شوف يا شباب ما راح يطلع لك الاغراض، هسه يقول وينهن مختفي الكيف، هذا من يمي انا مختفي، بس من يمكم ما راح يطلع مثل ما تشوفون. راح تسوي الاوبن وشوف يا شباب، يعني اغراضك كلهن موجودة هنا، شوفوا اغراضك كلهن موجودة هنا، والله شيء اسطوري. فهذا هو المود الرابع اللي هو قبل الاخير، فكلش كلش عجبني هذا المود، بس الصراحة ما عجبني كثير، بس كلش كلش عجبني اللي هو سعره على المود الخامس. وشباب المود الخامس اللي هو كلش راح يفيدك بالتصاميم، مثلا عندك ماطور تصممه تقدر تروح بكل سهولة عليه وتقدر تحط معاك أغراضه، ومنه تقدر من تجيب اللي هو أخير شيء. أعتقد أخير شيء كل المودات اللي راح تلقون أخير شيء، لأن هنا هيج فما أعرف شنو المشكلة، فيب اكتبوا لي. فاللي عنده مودات خلي انطيني اياهن على الديسكربشن او تواصل. فهذن المودات الاسطورية، البلم، قارب، اي شيء تريده موجود، طيارة، اي شيء مثل ما تشوفون يعني 3D كله. فكلش كلش عجبني، يعني مثل الحياة واقعية او تريد تلعب، وهاي عصا سحرية مثل ما تشوفون تقدر تطير بيها بدون جيم مود، بدون جيم مود يا ولد. يعني شوف الاسطورة شلون شلون، يعني والله قدروني. فهذا اللي هو البلم، هو اعتقد هذا النفاخ الفوق، اي والله النفاخ. فاني اكثر شيء عجبني اللي هو الشفل، مثل ما تشوفون هذا الشفل الاحمر، هسه تقول لي شنو راح يفيد؟ راح يكسر لك 50 بلوكة بالثانية. خلنا نحول على 3D مثل ما تشوفون، خلنا نحول على الفيديو على الفيكس باك. شوف يا ولد، يعني انت تقدر تصنعه وبدل ما تكسر راح تسوي يعني بكل سهولة. فمثل ما تشوفون كسر لي 50 بلوكة بالثانية، فكلش كلش عجبني هذا المود الصراحة. فهذا المود الخامس اعتقد، يب المود الخامس اللي هو مود السيارات او الشفل، يعني هذا كلش كلش يفيدكم بالتصاميم. فيب هو هذا المود الاسطوري، يعني انا احكي لكم عليه هني، تجيبوا لي مودات، مو تجيبوا لي مودات كهف اكس بيهن. فهذا هو المود الاسطوري مثل ما انتم تشوفون، راح ينطيك همين يعني فيجر اللي هو راح تقدر تشوف انت وحتى الدنيا ليل، يعني مثل الشمس. كلش كلش هذا المود الاسطوري عجبني الصراحه. فمثل ما تشوفون نزلت وركبته وصار عندي ضوء، فمثل ما تشوفون يعني هاي قدامكم، راح يقول لي فوتوشوب او اي شيء شوفوا، بس راح يصير وياكم لاج. فهو لاج شيء عادي يعني يصير لين 50 بلوكة بالثانية. فيب هو تتعودون عليه مثل ما تشوفون، شوفوا ايش قد حفر لي. فكلش كلش اسطوري. وصلنا لنهاية الحلقة يا شباب، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، ونشوفكم على خير على الفيديو القادم. يلا سي يو.